تتابعون في النشرة بعد قليل. بايدن يعلن اغتيال زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة أمريكية بأفغانستان، والطالبان تعتبر الهجوم انتهاكا للقانون الدولي واتفاق الدوحة. في العراق الكاظمي يطلق مبادرة للحوار ويحذر من عواقب استمرار الأزمة، بينما التيار الصدري يؤكد مواصلة الاحتجاج. في النشرة أيضا ترحيب دولي باستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية، زيلينسكي يعتبر ذلك إشارة إيجابية ويشكك في التزام موسكو بالاتفاق. تابعونا على التلفزيون العربي وعبر قناتنا على يوتيوب في تمام 5 بتوقيت غرينتش، 8 بتوقيت القدس والدوحة.